من مر مدة ديال العزلة تجمعت أخيرا مع الوالدة ديالي في سيلون واحد، وبدأت كتقص لي كيفاش وصلت هنا. قالت لي فقبك الليلة فاش خطفوك على حلم خايب، خبروا بشي حاجة خايبة غتوقع لخوك، هادشي اللي خلاها يصيفطني باش نتفقد حوالو. تحركت أنا وجيراننا أي تحيمي، قلنا نباتوا معاكم قبل ما نكملوا طريقنا لعمان. فاش دقينا باب بيتكم لقينا سلاحات واللي الدين كيتسناونا. مر ساعة لقينا راسنا في هاد الحبس. فاش كنت كنسمع لأمي كتعاود لي كيفاش تعتقلات، كان الحزن ديالي عليها بحال اللي على الفاميلة ديال أي تحيمي، حيث أمهم مسكينة كانت مازال ما فاقت من الصدمة ديال ولدها الصغير اللي ما كملش 18 العام، وبنتها الوريضة اللي عاد قربت تكمل 14 العام. قتلوهم المخابرات بدم بارد غير باش ينتقموا من خوتهم الهاربين من اللي ديال النظام. أمهم كانت كتقام تزعزع اللي قريب ليها، وحال باهم ما كانش حسن منها. المسكين كان كيناس قدام السيلون ديالي وهو راجل كبير وشارف. كنت وقت ما عيطوا لي لشي تحقيق جديد كنذوق العذاب ونشبع تهديد. ما كان شي جديد كيعاودوا نفس السوالات ويرميوا نفس التهم. على طول سيمانة البروغرام بقى هو ما تغير فيه غا الطريقة باش كيضربوا. واحد المرة بغاو يخشيوني في الرويضة، ولكن حيث قياسها ما ناسبنيش بدا المحقق كيضربني بالقصبية وانا واقفة. لحمي كله زرعق وبنت عليه المعاناة. عند تحقيق ما كانش الجديد، اما في السيلون فراه الافلام دلخلع واللقطات الحزينة ما كانتش كتوقف. كان الغوات ديال المساجين ما كيحبسش سواء بالليل ولا النهار، ويا ويلي يحصل وهو كيصلي. كانوا كيدوزوا عليهم بلا ميعاد، ويلا حصلوا شي واحد كيصلي كيخرجوا ويسلخوا عصا بلا رحمة. هادشي مع الذكور. اما حنا البنات فما كانوش كيضربونا ولو نصليوا قدامهم. مر 8 ايام جمعونا في زنزانة وحدة، وفي هاد الايام اللي قبل ما كناش شفنا شي وحدة من المسجونات من غير منيرة اللي فلاتنا كيوصلنا. ولكن هما شافونا من شق صغير في الباب ديال الزنزانة. واحد المرة وانا في الطريق للطواليط شافتني الحاجة مديحة دايزة قدامهم، دقات الباب وقالت لحسين باللي بغى تخرج باش تنفض منطها على برا. دخلني الحمام بالزربة وخرجها باش ما تشوفنيش ويعرفونا كاينين في التحقيق. فاش خرجت بدات كتغوت بالجهد باش نسمعها وكتقول زيدي فلانة نقي معايا هاد المنطقة. وحاولت مراها تجبد لحسين لسانه وقالت ليها واش كاين شي حد في الحمام. كان سمع الصوت ديال البنت. قال لها لا ما كاين والو، كون كان شي بنات كون جبناهم عندكم. بقات عليه حتى اعترف وقال لها بلي احنا كاينين وغدا غيجيبونا عندهم للزنزانة. دخلها ورجعني للسيلون. مر 8 ايام جاء عندي واحد خونا اعطاني وريقة وقال لنا عمرها. عمرتها وخداها ومشى. مرها بنص ساعة جاء عندي حسين وقال لي انت قاعد نمشي معاه. تحركنا من الكولوار حتى وصلنا لباب كحل كبير. هنا قلت في نفسي صافي مشيت فيها التعذيب عاود تاني. فاش فتح الباب ودفعني تصرفقات عيني بالبلاصة عامرة بالعيالات كلهم ضربين شاشيات ديال الصلاة وبيضين فوق ريوسهم. سد حسين الباب موراها وخلاني في السنطر ديال العينين. حسيت بالخوف والراحة، خايفة من المجهول ومرتاحة حيت هاني مع الوناسة وخواتاتي بحالي. واحد شوي لحقوا عليا ماجدة والوالدة. كي شفتها تلاحيت عليها وهي غارقة في دموعها عنقتها وبستليها على راسها. كانت كتشوف فيا شي شوفات مهما نوصف ما غاديش نوصل لكم الحزن اللي كان كيحرق فيهم. في الأول كنا جامعين ريوسنا لا تمشي تكون بينا شي جاسوسة. ملنا عليها في وسط الدموع الحارقة. قربت لينا واحد المرأة ومدت يديها لأمي وقالت ليها ارتاحي. كانت هذه اللي دوت دابا
هي الحاجة مديحة. أول وحدة دخلت الحبس من العيالات اللي دوزنا معاهم كانت كافية باش نسمعوا قصص الاعتقال ديالهم وكاع اللي عانوا منه. كانت الحاجة مديحة في الربعينات كانت معروفة في مدينتها كتقرر النساء دروس في الدين، وخا تقدر تقول أنها أم يوم وكتقرا ما كتكتب، ماشي غا هاد الشي. بيتها دارت قاعدة كيتجمعوا فيها الهاربين من النظام، شدوها بسبب جاسوس آخر من المخابرات وسط الإخوان. ناري شحال كتر هاد الجواسيس مشاكل، داوها البنيقة وعدبوها ولكن ما انطقاتش، بقات كتراوغهم باش يقدوا الدراري اللي في دارها يعلقوا فاش دوزوا هاد المدة ديال الانذار اتفقوا عليها. وكعقاب على الردود الخاوية اللي فقصاتهم بيهم، ناض المحقق حميدة خدا المقص وقطع عليها طرف من لسانها، ما بقاتش ختامها مسك، هادي ختامها دم. صحابكم وقفت القضية هنا؟ لا، هاد المريضة نضع الراها من حواجها وعلقها في السقف من يديها المكبلين، وبقى كيسب فيها ويضربه، هي مسكينة ما بيديهاش قدمه وكيعصيها. بلاتي نزيدكم الحقارة بيت، شنو دار؟ جاب خوها الصغير وقال له واش عرفتي شكون هادي؟ قال له مسكين بصدق لا، قال له حميدة هادي اختك مديحة. كسمع الدري هاد الصاعقة غيب ورجعوه لداره هو في الصدمة ديالو. كيوالو دار هاد اللعيبة باش يقول له هشنو كيتسناك يا البرهوش، لا سلكتي طريق اختك. لافو الحفلة ديال الآلم والتعذيب بقات خدامة ساعات معدودة، فاش تيقنات باللي الشباب علقوا وراتهم البيت. ملي لقاو الاثار ديال الهاربين رجع حميدة غاضب وكيحلف باللي غادي يقطع هاد اللسان اللي كذب عليهم، وفعلا دارها ولد الحرام. ولكن الحمد لله الحاجة تشافت دغيا. من القصص اللي كتبكي هي قصة واحد العروس في شهرها السادس، كان عندها 19 عام، سكنات واحد الوقت مع الحاجة مديحة. اللي طرى أن واحد الجاسوس من الدبان ديال الدولة المعفن كتب رابور براجلها وخداوه، عدبوه باش يعترف بالقاعدة اللي قال لهم باللي كيديرها. فاش ما اعترفش خطفوا مرته وتعدوا عليها قدام عينيه قبل ما يصيفطوه للحبس الصحراوي. مات تماك مسكين في المجزارة الكبيرة اللي وقعت، أما هي فطلقوها وطاحت كاع التهم اللي عليها. كانت معانا عيشة وهي طبيبة، هاد السيدة النوبل ديالها شرى لها المشاكل، وما كانت جريمتها غير أنها داوت واحد المجروح وطلع من البحوتين عليهم. ملي المخابرات عرفوا هاد الشي خلطوا عليها وهزوها. قالت ليهم باللي الرجال جاوها طلبوا تداوي صاحبهم بحال أي طبيب، وداك الشي اللي دارت. ما سولتهمش على هويتهم حيت خدمتها هي تعالج الناس ماشي تحقق معاهم. الحجة لوجيك ياك، واخا هكاك ما عقلوش عليها. سولها المحقق مصطفى واش ترضاي تبقاي بلا جلابة؟ قالت له لا. هنا هجم عليها بحال الوحش، قطع عليها حوايجها كلهم وهي مربوطة ما بيديها ما تدير. فاش وصل للتقاشر خلاهم وقال لها غنخلي لك تقاشر باش ما يجيك البرد. هاني درت معاك لي مزيان. بنادم مريض، لصقوها في الخشبة ودوزوا عليها الجحيم الكحل. كي اللي داز عليا وكتر، فاش جا الدور ديال داك المختل دحميدة شال قارة وبقى كيطفي فوق لحمها باش يطفي شوية من الحقد الكحل اللي في قلبه. هادشي إلا كان عنده أصلا. مر شي يوم نقلوها للحبس اللي حنا فيه دابا، أوه هي معانا. ياريت الحكاية توقف هنا، للأسف مازال في قاع الخابية ما يتجبد. كانت إيمان وبنتها الرضيعة وراجلها راجع للدار، كي
كيوصلوا للدخله ديال الموبل حسوا بشي حاجه ما هياش. بقى الراجل وبنته الصغير وراه بين يديه لتحت. ايمان طلعت بوحدها كحلات الباب سمعات صوت ديال السلاح كيتشارجا. عطات الراجل علي اشاره بالخف وعلق هنا خداوها ودخلوها للداخل. دخل عليها رئيس الدورية كيسولها على راجلها وصحابه اللي كانوا معاه وهادو كلهم بلغ عليهم الجاسوس كيالي. ملي قالت ليه باللي ما عارفه والو بدا كيهددها وبغى يتعدى عليها ولكن قاوماته بحال شي قطة جائرة. طاح في قلبه الرعب وفاتها. مراها طيروا عنيشان عند حميدة راس الميدة تبع معها نفس الميطود. علقوها في السقف من يديها بحال شي ذبيحة في يد القزار. ضربوها وعذبوها وحطوا ليها الضو في صدرها لدرجة تبقى الحليب كيقطر من بزولتها. موراها جابوها هنا هي وعيشة والحاجة باش نتجمعوا في هذا الحبس المقيت. أما الرابعة من المسجونات كانت الأم ديال خمسة النفوس سميتها فوزية. هاد المرأة مات راجلها والمخزن طحنوه مر ما مات تحت دبابتهم قدام عينيها في شوارع المدينة. تصور تشوف عزيز عليك وبات ولادك كيموت ويولي كفتاه بحال اللي عمرو كان وانت ما قدر والو. مر اللي وقع الدواء للحبس وعذبوها أشد العذاب. أظفارها مقلعين ولحمها زرق. كانت سكوتية ولكن أطر العذاب بادي عليها. بقات حازنة على رجلها وشد حق الله في قاع الشهر الأولى اللي كانت فيهم هنا. وقت ما يتحل الباب كتغطي راسها وتدور وجهها جهة الحيط. هذا الربعة اللي حكيت لكم شوية من اللي جرى فيهم هما اللي كانوا متابعين بريحة الشحمة ديال الإخوان. أما الخامسة اللي هي منيرة فكانت من تصنيف واحد آخر مازال ما كملت حتى 18 عام. دار أبوها وخوتها زيد عليهم صحابهم تنظيم ضد الدولة كان شيوعي التوجه وبداو كيخرجوا منشورات كتدعي الناس باش يكرهوا النظام ويحاربوه. كانت منيرة معتقلة مع أخوها اللي تا هو صغير ما كمل 16 عام. هاد جوج خوت اعتبروهم مراهقين صغار مازال ما نضجوش وقالوا غيخليوهم في الحبس حتى يداروا عقلهم. والصراحة أنهم كانوا كيديروا معاها عين ميكا بالزايد. عطاوها راديو سمحوا لها بالزيارة ديال خوها وزيد وزيد. في الأول كنا كنشكو فيها ودايرين الطونسي ولا تكون برقاقة وخدامة مع المخابرات ولكن كانت ضريفة وقلبها بيض. واحد النهار الحاجة مديحة سولت منيرة وقالت لها حنا ما غندوش قدامك حيت خايفين تمشي تبرقي بينا المقدم. مسخوطة هاد الحاجة جاتها قود. جاوبتها منيرة قاع ما تخافي على الوالدة كون كنت من هاد النوع ما نكونش معاكم محبوسة. واخا كانت لاصقة في الشيوعية ديالها ومقتنعة بها هي مقتنعة. واخا هكا كانت منيرة كتحترم التدين ديالنا. كانت كتنقص الصوت ديال الراديو وقت ما شافتنا كنصليو او كنقراو القران. وفاش درنا اضراب على الطعام من بعد وقفت معنا حسكة حتى الاخر رجولة. هادو كانوا الصحبة ديال الزنزانة الاولين ولمدة شهور قبل ما يخرج اللي خرج منهم ويجي من الناس الجداد اللي جا. اما البلوك ديالنا فكان غرفة متوسطة في الحجم كاين حمام على اليسر داخلي ليها فوق الدوش من غير باب شي اللي خلانا نصنعوا باب من عندنا. شنو درنا؟ خدينا حبل خرجناه من واحد صايا وعلقناه وطلقناه فوق مانطة من المانط اللي عطاونا. كان الحمام فيه سخان ديال الضو غا لينا حنا النساء. أما البلوكات والزنازن ديال الشباب فما كانش فيها لا حمام ولا حتى روبين يد الماء والأخر. وهذا علاش كانوا كيخرجوا مرات ثلاثة المرات للطواليطات مور كل وجبة
أما باب زنزانتنا فما كانش كيتحل بابه بزاف، ما كانش في حبسنا الشرج بمعنى الكلمة، اللي كان هو فتحة بين الباب والسقف كنا في عز البرد كنبقاو نستاغتو من الحرارة والهواء النقي اللي معدوم بالمرة. كنطلبو منهم يفتحوا لنا الشريج مال الباب ولا يجيبوا لنا فرفارة تحرك الهواء الراكد على الأقل. كان داك المريض ديال ياسين بالخصوص كيرفض يفتح لنا الشريج ما باش نتنفسو، وكل ما ترجاتو شي وحدة عاد ما كيزيد يدير القرونو كيرفض. النهار اللي اعتبرناه عيد هو النهار اللي خلونا فيه مور 8 شهور نتنفسو على برات الحيوط ديال هاد الحبس مرة أو جوج في السيمانة، في الوقت اللي رفضوا يجيبوا لينا فرفارة إلا من مور عامين ديال الحبس. فاش عمل البلوك بالمسجونات حتى تخنقت الدنيا، ومشاو بزاف منهم يودوا فيها بسبب الزحام والمعاناة اللي ما كتقاضاش، الهمس ممنوع والزمان معدوم. المرة جاية نكمل لكم القصة أخوتي، بسلامة.